وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ إسلام أبو العنين، مدير البرامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ إسلام. أهلا بك أستاذ عايدي. أهلا بك. لو تحدثني أكثر عن جهودكم واستعداداتكم ودور المنظمة في وضع اللمسات النهائية لانتخابات الرئاسة 2024. بالفعل المنظمة بتراقب الانتخابات الرئاسية 2024 من يوم 30 نوفمبر الماضي، وقمنا بالتنسيق مع عدد من فريق المنظمة لمتابعة التصويت بالخارج اللي تم بشكل جيد جدا، ونتمنى في المرات القادمة ان يبقى في تصويت الكتروني لزيادة عدد المشتركين في خارج مصر، وده طبعا مكسب من مكاسب الثورة ان المقيمين بالخارج بقى ليهم حق التصويت دلوقتي، ولكن لو في تصويت الكتروني اعتقد ممكن يزود نسبة المشاركة. احنا فعلا زي ما حضرتك قلتي في فريق من المراقبين المنظمة بيتكون من 60 مراقب، 40 من دول عربية و20 مصري، هيتقسموا على 5 مناطق جغرافية، القاهرة الكبرى وشمال الدلتا قناة السويس وصعيد مصر وغرب ومناطق غرب الدلتا. نعم، هل يتم وهيكون أفندم تفضل تفضل. وهيكون المراقبة بمراكز مختارة، أنت عارف إحنا برضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان هي منظمة دولية على أراضي مصر، فمش هنقدر نتابع زي المنظمات المصرية، يعني في المنظمات المصرية أقل منظمة عندها 500 و600 مراقب، فبيقدروا يختاروا عينة أكبر شوية، إحنا عينة هتبقى مختارة جغرافيا، وبنحاول نحلل البيانات بحيث نوصل للنتائج السليمة إن شاء الله. نعم، حضرتك ذكرت أن فريق العمل يضم 40 من كبار قادة المنظمات الحقوقية، كيف سيتم الاستفادة من خبراتهم في عملية الانتخابات الرئاسية؟ الفريق المنظمة بيتكون من 40 من قادة المنظمات الحقوقية، وهم المنظمة العربية هي منظمة منظمات في الأساس، ودول منظمات عضو عندنا في زي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المركز البحريني لحقوق الإنسان، منظمتين في أوروبا تابعين للمنظمة، وعندهم خبرة كبيرة في فكرة المراقبة على الانتخابات، والمجموعة نفسها هتشارك ضمن معايير المراقبة الدولية للانتخابات. نعم، هل تتواصلون مع منظمات دولية أخرى أستاذ إسلام؟ حاليا في تنسيق، يعني في تنسيق مع المنظمات المصرية أولا، وثانيا المنظمات الدولية دايما بيبقى في تعاون وفي متابعة دايما بيننا وبينهم، بس هي الانتخابات زي ما حضرتك فاهمة بتبقى المراقبة على الأرض أفضل من المتابعة من الخارج، فاحنا عشان كده فضلنا إن يبقى في معانا فريق متوزع على المستوى الجغرافي بالنسبة لمصر ويدي تحليلات للعينات اللي هنتابع بيها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ إسلام أبو العنين، مدير البرامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معي عبر الهاتف.